لكل موسم حصاد ولكل جهد ثمرة، وها نحن نصل إلى نهاية العام الدراسي 2018-2019. حان الآن قطاف ثمار التعب والجد والسهر وجهد عام دراسي كامل. نعم، إنه موعد الحصاد، حصاد آمالنا وأحلامنا وأمنياتنا. شكرا لكل معلم ومعلمة أتم المنهاج وقدم عطاء لا محدود رغم ظروف هذا العام، وشكرا لكل الطلاب على الجد والمذاكرة والاستعداد لتحقيق نتائج التحصيل العلمي. ومع انطلاق موعد امتحانات التعليم الأساسي وامتحانات الشهادة الثانوية العامة، يستعد أبناءنا لاستقبال هذا الحدث الوطني الذي يحتل أهمية بالغة، كونه يجسد حصاد مرحلة دراسية استمرت على مدى 12 سنة دراسية ومنعطفا هاما في حياة أبنائنا الطلاب والطالبات مستقبلا. هذا الماراثون التربوي السنوي يجني فيها المجتهد المجد ثمرة كده وكدحه، ويضع قدمه في مرحلة أخرى من مراحل العطاء العلمي والعملي، ويحدد وجهته العلمية والمهنية والوظيفية خدمة لنفسه ووطنه. وبالتالي فإن استعدادات وزارة التربية بكل قطاعاتها وأجهزتها المختلفة بدأت ومنذ وقت مبكر لاستقبال هذا اليوم الذي يمثل ثمرة جهد عام دراسي كامل من العمل المتواصل والهادف إلى إنجاح العملية التعليمية والتربوية بكل مكوناتها بما يضمن سيرها بشكل سليم. وتبدأ التحضيرات من التسجيل للامتحان، حيث توجه وزارة التربية إلى كافة مديرياتها استقبال الطلاب وضرورة تسهيل أمورهم. يتم الآن التسجيل لجميع الشهادات في دورة عام 2019. بالنسبة للطلاب النظاميين يتم تسجيلهم وتسجيل قيودهم في مدارسهم عن طريق أمانة السر ومدير المدرسة. أما بالنسبة للطلبة الأحرار فيتم حضورهم إلى دائرة الامتحانات مصطحبين أوراقهم الثبوتية، ويتم تسجيلهم إلكترونيا في دائرة الامتحانات وفق برنامج حاسوبي أعدته وزارة التربية لهذا الغرض. يتم تصوير الطالب مباشرة في قاعة التسجيل. طبعا هنالك لكل شهادة من الشهادات شروط خاصة بها. بالنسبة للطلبة الأحرار نحن نتحدث، الطلبة النظاميين طالما هم منتظمين في مدارسهم فحكما الشروط منطبقة عليهم. أما الطلبة الأحرار بالنسبة للطلاب التعليم الأساسي أو تلاميذ التعليم الأساسي، أي وثيقة تثبت أن الطالب أتم دراسة الصف السادس بنجاح، يعني تسلسل دراسي لأي صف من صفوف المرحلة الإعدادية 7، 8، 9 أو جلاء مدرسي، أي وثيقة تثبت نجاح الطالب شريطة أن تكون مصدقة أصولا مع صورة الهوية وصور صورتان شخصيتان. أما بالنسبة للثانوية العامة بفرعيها الأدبي أو العلمي، إضافة إلى شرط السن الذي هو أن يكون أو أحد الشرطين أن يكون الطالب قد أتم 18 من عمره عند بداية الامتحان، أو أن يكون قد مضى على حيازته لشهادة التعليم الأساسي أو ما يعادلها 3 سنوات كاملة. هذا شرط أساسي. إضافة إلى هذا الشرط يوجد شروط، بعض الشروط الأخرى التي يجب أن تتوافر في الطالب حتى يتقدم للثانوية العامة أدبي أو علمي. أن يحضر إحدى الوثائق التالية: إشعار رسوب إن كان الطالب قد رسب في السنوات السابقة في الثانوية العامة. إن لم يكن راسب أو درس العاشر والحادي عشر وأول مرة يتقدم للثانوية العامة، يحضر تسلسل دراسي للصفين العاشر والحادي عشر شريطة النجاح فيهما ومصدقين من مديرية التربية أصولا. الطالب الناجح في الثانوية العامة ويريد أن يعيد طبعا الإعادة لمرة واحدة يستطيع أن يحضر صورة عن الثانوية العامة مصدقة أصولا. هنالك شريحة كبيرة من الطلاب لا تنطبق عليهم هذه الأمور الثلاثة أو الشروط الثلاثة، يعني طالب هو للمرة الأولى يريد أن يتقدم للثانوية العامة، لا هو دارس 10 و11 ولا هو مقدم سابقا، يعني ما معه إشعار رسوب، وبالتالي أيضا غير حاصل على الثانوية العامة. هذا الطالب
يجب عليه أن يخضع لاختبار ترشح وأن ينجح باختبار الترشيح الذي تجريه وزارة التربية مرة واحدة كل عام. الله يعافيك تفضل تنور أوراقك. أهلا وسهلا فيك. الشخصية فحص ترشيح ناجح يعيد لك تعيد شهادة البكالوريا سجل مسبقا سجل وثيقة سجل وثيقة العام 1-2-0-1 محمد غسان اسم الوالدة اسم الأم عهد وين تقدم من مزة هاي مزة هالكاميرا أستاذ هاي الكاميرا ثواني بس أخذت أنا أستاذ هاي ما لا مرة واحدة الصور الشخصية بختمه وقفه تفضل استاذ اهلا وسهلا هاي اوراق كمان من السنه لا خالص هيك الله يعافيك اهلا وسهلا بعد ان انتهت عمليه التسجيل نقوم الان بتدقيق بيانات الطلاب الذين سجلوا طبعا التسجيل هو يرافقه ادخال بيانات الطلاب على الحاسوب نحن الان عندنا مستويين او مرحلتين المدارس النظاميين يقومون بتسليمنا ثبوتيات طلابهم ورقيا وايضا بنسخه الكترونيه على سي دي موجودة فيها بيانات الطالب وصورهم بيانات طلابهم وصورهم أيضا نحن أصبحت لدينا بيانات الطلاب مؤتمتة على الحاسب وأوراقهم محفوظة لدينا مؤرشفة نقوم بعد فترة التسجيل بتدقيق هذه الطلبات والتأكد من مطابقتها واستيفائها للشروط اللازمة للتسجيل وتصديقها وما إلى ذلك من أمور نتأكد من أن طلبات وأوراق الطالب مستوفي لكافة الشروط الشكلية والجوهرية ويتم تدقيقها الآن بعد ذلك تصبح نقوم أيضا بنقل أو ترحيل أو تهجير بيانات المدارس من على الأقراص السيديات إلى الشبكة المحلية الموجودة في دائرتنا حتى تصبح بذلك جميع بيانات طلاب دمشق موجودة على قاعدة البيانات الخاصة في دائرة الامتحانات ويتم بعد ذلك التعامل مع هذه القاعدة بتوزيع الطلاب على المراكز الامتحانية التي اتخذت واعتمدت تمهيدا أيضا بعد أن يتم توزيع الطلاب على المراكز الامتحانية يتم طباعة بطاقات لهؤلاء الطلاب طبعا البطاقة أيضا إلكترونيا يتم طباعتها وتضم بطاقة الطالب تضم صورته الشخصية الملونة تضم رقم الاكتتاب تضم اسمه الثلاثي تضم اسم المركز وعنوان المركز وأيضا رقم القاعة الامتحانية بحيث أن الطالب عندما يستلم البطاقة الامتحانية يعرف هو إلى أين سيذهب المركز مكان المركز القاعة الامتحانية يعني ليس بحاجة إلى أن يسأل أحد أين مكاني وأين سأدخل فيدخل إلى قاعته مباشرة دون أن يحتاج إلى الاستعانة بأي أحد وعند قدوم الموعد المحدد للامتحان يتوافد الطلاب إلى مراكزهم مصطحبين بطاقاتهم الامتحانية وما يثبت هوياتهم الشخصية
أود أن أتوجه ببعض الملاحظات والتنبيهات لأبنائنا الطلاب عند مع تزامن بداية امتحانات الشهادات. طبعا الطالب يستلم بطاقته من مدرسته من 20/5 وما بعد إن كان حرا من دائرة الامتحانات، يستلم البطاقة، بمجرد استلامها يتأكد من البيانات الموجودة عليها، وفي حال وجود أي خطأ مراجعة دائرة الامتحانات. عندما يستلم بطاقته ويدخل إلى القاعة الامتحانية عليه أن يراعي بعض المسائل التي سأتحدث عنها بالتفصيل لو سمحتم. ستوزع أوراق الأسئلة على أبنائنا الطلاب، بمجرد استلام ورقة السؤال عليه أن ينتبه نظرة سريعة من بداية الورقة إلى نهايتها، يتأكد من وضوح طباعة ورقة الأسئلة وأن الكلمات كلها واضحة ومقروءة ووجود عبارة انتهت الأسئلة في نهاية ورقة السؤال. عزيزي الطالب، عند تسلم ورقة الأسئلة تأكد من وضوح طباعتها، في حال عدم وضوحها كاملة أو جزء منها قم بإبلاغ رئيس القاعة على الفور لاتخاذ الإجراء اللازم بحسب الأصول في الوقت المناسب. أكثر ما يهم الطلاب هو عن كيفية التعامل مع ورقة الامتحان، لنتابع معا. الخطوة الثانية أثناء الامتحان عند توزيع دفاتر الإجابة واستلام الطالب لأوراق الإجابة، عليه أن ينتبه لعدة أمور أهمها. طبعا أوراق الإجابة كما تلاحظون ممهورة بخاتم وزارة التربية دورة 2019، فالخطوة الأولى أتأكد من أن ورقة الإجابة ممهورة بهذا الخاتم، وفي حال عدم وجوده مباشرة أطلب تبديل ورقة الإجابة من رئيس القاعة ويسلمني ورقة مختومة. أتأكد من سلامة ورقة الإجابة، الخياطة، عدد الصفحات، أن تكون مطابقة، ما يكون فيها خلل أو يعني تشويه. طبعا بالنسبة للثانوية العامة عندنا نحن بعض المواد لها أوراق خاصة بها، سأخذ نموذجا الآن ورقة مادة الرياضيات، نلاحظ خاص بمادة الرياضيات. عندنا بعض المواد مثل اللغات، اللغة الإنجليزية، اللغة الفرنسية أيضا لها أوراق خاصة، التربية الدينية والوطنية لها أوراق خاصة، وكلها مدون بأنه خاص بمادة كذا. عندي الفيزياء لها أوراق خاصة، وباقي المواد ورقة موحدة لجميع المواد. يستخدم الطالب أثناء الكتابة على ورقة الإجابة ودفتر الإجابة فقط اللون الأزرق، هذه ملاحظة يجب أن ننتبه إليها جيدا، لا نستخدم إلا القلم الأزرق. وبالنسبة لكتابة الاسم، طبعا أول عمل نقوم به في ورقة الإجابة هو كتابة الاسم في المكان المخصص وبنفس البيانات المدونة، رقم الاكتتاب، الاسم الثلاثي، اسم الأم، المادة، بالقلم الأزرق الناشف حصرا. وهنا يجب استخدام القلم الأزرق لأن هذا الجزء مكربا وهنالك جزء آخر ينبغي أن يعني يظهر الاسم عليه، وهذا لا يكون إلا بالقلم الأزرق الناشف وبالضغط عليه. هذا الجزء كما نشاهد هو خاص بعملية التصحيح ودرجات الأسئلة، فلا يجب أن يكتب عليه الطالب أي شيء. هذا أيضا جزء مكربا، حتى لو بغطاء القلم يعني كتب وستظهر الكتابة على الجزء الأسفل، فينبغي أن نبتعد عن هذا الجزء قدر الإمكان. عزيزي الطالب، اكتب اسمك الثلاثي واسم الأم ورقم الاكتتاب والمادة باللغة العربية في الجزء المخصص من القسيمة في دفتر الامتحان وبالقلم الأزرق الناشف حصرا وبخط واضح مطابق لما جاء في بطاقتك الامتحانية. بعض الملاحظات الهامة أثناء الكتابة، لا يجوز كتابة أي علامة فارقة على ورقة
الإيجابي مهما كانت هذه العلامة. لا يعني مع احترامنا للجميع، البعض يحب يكتب بسم الله الرحمن الرحيم أو عبارات أخرى، هذا كله ممنوع، ولا يجوز كتابة أي علامة فارقة على ورقة الإيجابي حتى لا يعتبر تمييزا لهذه الورقة. الورقة أيضا تضم بعض الأشياء، مثلا هنالك أجزاء غير مخصصة للكتابة، أيضا لا يجوز الكتابة على هذه الأجزاء غير المخصصة للكتابة. ورقة الإجابة ودفتر الإجابة عندنا نحن في بعض الصفحات خصصت للتسويد، صفحتين أو ثلاثة أو أكثر، ربما مسودة لا تصحح. نلفت النظر هنا بأن أي معلومات وأي إجابات تسجل على هذا الجزء لا يتم تصحيحها، تهمل مباشرة، يعني لا ينظر إليها أصلا، يعني المصححون لا ينظرون إلى هذا الجزء، هذا خاص بالطالب. فعلينا أن ننتبه أن ننقل كل ما كتبناه على المسودة إلى المبيضة ولا ننسى شيئا. من الملاحظات الهامة أنه لا يجوز أن يأخذ الطالب ويحصل الطالب على أكثر من ورقة إجابي واحدة، يعني بدنا نستثمر ورقة الإجابة بالشكل الأمثل، ولو اضطرينا أن نقسم الصفحة إلى نصفين، ما نترك فراغات، ما نكتب سطر إيه سطر لا، نستثمر الورقة بالشكل الأمثل حتى تكون كافية لإجاباتنا، لأنه لا نعطى ورقة ثانية مهما كانت الأسباب. الألوان ممنوعة، القلم الأحمر، القلم الأخضر، القلم، هذه كلها ألوان لا يعني يجب، لا يجوز استخدامها، وهي مخالفة للتعليمات الامتحانية لسبب بسيط، أن هذه الألوان مستخدمة في عملية التصحيح كما تعلمون. عزيزي الطالب، لا تقم بكتابة أي معلومة على الأجزاء غير المخصصة للكتابة في ورقة الإجابة، وانتبه لعدم ترك أي إجابة على المسودة دون نقلها إلى المبيضة، لأن الكتابات على المسودة لا تصحح أبداً. أحياناً ترد بعض الأسئلة الاختيارية، أجب عن يعني سؤالين من الأسئلة الثلاثة أو ثلاثة أسئلة من الأربع، أسئلة اختيارية، ننبه أيضاً إلى ضرورة الإجابة عن العدد المطلوب من الأسئلة، يعني أجب عن سؤالين نجيب عن سؤالين، لأن التصحيح سيكون على الأسئلة الأولى، يعني إذا أجب عن سؤالين من ثلاثة فالمصحح سيصحح أول سؤالين، إذا الطالب أجاب عن ثلاث أسئلة كاملين فيتم تصحيح أول سؤالين فقط ويهمل السؤال الثالث، لذلك ينبغي الالتزام بالعدد المطلوب من الأسئلة الاختيارية. بالنسبة للطالب ينبغي أن يضع بطاقته الامتحانية على المقعد أمامه أثناء الامتحان، طالب الدراسة الحرة يضع بالإضافة إلى بطاقته الامتحانية هويته الشخصية، أما الطالب النظامي فقط البطاقة الامتحانية طيلة فترة الامتحان. لا يجوز الخروج من قاعة الامتحان قبل مضي نصف الوقت لأي سبب، أي مشكلة تعترض الطالب أثناء الامتحان فإن يعني خلينا نقول الأخ الأكبر له الوالد هو رئيس المركز، يستطيع أن يراجع رئيس القاعة ورئيس المركز لحل أي صعوبة قد تعترضه، حتى لو كانت بسيطة، يعني عطش بده يشرب مسألة حبة دواء، بعض الطلاب يضطرون، يعني المراقب ورئيس القاعة ورئيس المركز هم أخوة كبار لك في مركز الامتحانات أو أب لك في مركز الامتحان، حريص على مصلحتك وحريص على أن يوفر لك الجو المريح للامتحان وحريص أن تكون مرتاحا ونفسيا يعني مرتاح، ما نخاف من المراقب، وخاصة هذا الحديث موجه بشكل يعني أكثر شوي لأبنائنا بالصف التاسع، أول تجربة يخوضونها في الامتحانات العامة، في عندنا شيء من الخوف شيء من الرهبة، فما نخاف، يعني المراقبين ورئيس المركز هم إخوة لنا. عزيزي الطالب، أجب فقط على العدد المطلوب من الأسئلة الاختيارية، فلا تهدر وقتك وجهدك والتزم بالعدد المطلوب منها فقط. يمنع إدخال كتب أو دفاتر أو مذكرات أو معاجم أو آلات حاسبة أو جداول لوغاريتميات أو نحو ذلك إلى قاعة الامتحان، فيجب تسليمها إلى رئيس المركز أو رئيس القاعة قبل الدخول إلى القاعة.
لا يسمح للطالب مغادرة قاعة الامتحان قبل مضي نصف مدة امتحان المادة، وعليه تسليم ورقة الإجابة وورقة الأسئلة وإن لم يكتب عليهما شيئا، ولا يسمح للطالب العودة إلى قاعة الامتحان قبل الشروع في الامتحان التالي. أعلم أنه يمنع منعاً باتاً وضع أي إشارة أو علامة فارقة على ورقة الإجابة كي لا تعرض نفسك للعقوبة الامتحانية المحددة للمخالف للتعليمات. الطالب الذي يقدم على تمزيق ورقة إجابته ينظم بحقه تقرير ويكتب عليه عبارة أوراق مخالفي تعليمات الامتحانات العامة. عزيزي الطالب، التزم بالتعليمات ولا تقم باصطحاب أي نوع من أنواع أجهزة اللاسلكي، لأن الطالب الذي تضبط بحوزته أجهزة اللاسلكي يحال إلى الجهات المختصة لمساءلته أصولا. في نهاية حديثنا أتمنى لأبنائنا الطلاب التوفيق في امتحاناتهم وأن يحصلوا على ما يتمنوه وأن يحصلوا على علامات عالية يكونوا من المتفوقين إن شاء الله، وأن يلتزموا بالتعليمات الامتحانية وعدم إحضار الجوالات، يعني عدم نسيانه في جيوبهم، عدم نسيان أي شيء من الملخصات وما إلى ذلك، والوصول مبكرا إلى مركز الامتحان وخاصة في اليوم الأول، يعني على الأقل قبل نصف ساعة حتى نتعرف على المركز وما إلى ذلك. وتمنياتي للجميع بالتوفيق، وأتوجه بالشكر الجزيل لوزارة التربية على تأمينها الجو المريح وعلى تذليل كافة الصعوبات والعقبات والوقوف معنا خطوة بخطوة دائما من أجل إنجاح العملية الامتحانية في سوريا، والتي نعتز بالشهادة السورية التي تصدر عن سوريا الحبيبة. طلابنا الأعزاء، إنها بداية المشوار، فلقد وضعتم أرجلكم على أول السلم لترتقوا إلى أعلى المناصب. من هنا تنطلقون وترحلون إلى عالم جديد فيه تتبدد الصعاب لتنالوا الأمل. فهذا أول سطر لا تقفوا عنده، بل سيروا للنهاية حتى تبلغوا مرادكم إلى العلا.